بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرات السابقة حكينا إنه الستيريو ايزومرز have two types. التايب الأول اللي هو الconfigurational isomers والthe second type هو الconformational isomers. وزي ما حكينا إنه الconfigurational isomers كمان نوعين optical isomers and geometrical isomers واللي بنسميهم cis trans isomers. طبعا شرحنا مفهوم الconfigurational isomers والdefinition العلمي له وعرفنا وبلشنا في الاوبتيكال ايزومرز وشرحنا الاوبتيكال ايزومرز بالتفصيل. طبعا مواضيع اتغطت في كيمستري 217 مواضيع انضافت جديدة بس هي كانت بالبداية عملية مراجعة على معلوماتنا اللي بنعرفها المفروض في 217 وضفنا عليها اشياء مور ادفانس. الان زي ما حكيت الاوبتيكال ايزومرز انتهينا من شرحها. راح انتقل الان لشرح النوع الثاني من الconfigurational isomers واللي هم الجيومتريكال isomers واللي هم نسميهم cis trans isomers. اذا نبلش في الديفينيشن للجيومتريكال isomers. The isomerism which arises due to restricted rotation about a bond in a molecule is known as geometrical isomerism او cis trans isomerism. فالايزومرزم اللي بتنتج عن الrestricted rotation حول البوند بنسميها geometrical isomerism أو cis trans isomerism. متى بكون عندي restricted rotation حول أي بوند؟ لما يكون عندنا double bond. الحالة الأولى، الحالة الأولى يكون عندي double bond، أكيد كنا بنعرف إنه مش راح يصير عندنا rotation around the double bond. ممكن يكون عندي restricted rotation في حالة single bond بس بشرط إنه يكون المركب شو؟ يكون عندنا cyclic. فمتى بكون عندنا restricted rotation؟ الحالة الأولى يكون عندي double bond والحالة الثانية إنه يكون عندي single bond في cyclic system. طيب compounds having restricted rotation about a bond exhibit geometrical isomerism if they are suitably substituted. رح نشوف شو معنى suitably substituted في next slides. طبعا geometrical isomerism أو cis trans isomerism رح تشوفها في in a variety of compounds. Which may be classified as follows. طبعا زي ما حكيت في السلايد اللي قبل، في الحالة الأولى يكون عندي compounds موجود فيها double bond. متى شو ال double bond؟ ممكن تكون carbon carbon double bond أو carbon nitrogen double bond أو nitrogen nitrogen double bond. المهم يكون عندي double bond. The most common اللي هم هذول حكيتهم carbon carbon أو carbon nitrogen أو nitrogen nitrogen double bonds. النوع الثاني يكون عندي compounds cyclic اللي هم cyclic structures، سواء كانوا هم cyclic يعني فيهم cycle واحد أو في عندهم نوع واحد من الأتومز أو يكون هيتيروسايكليك يعني يكون في عندهم كربون وهيدروجين كمان أنذر هيتيرو أتوم مثل الأكسجين نيتروجين السلفر هذول الموست كامن هيتيرو أتومز أو ممكن يكونوا مثلا فيوز رينجز. فالمهم بيكون عندنا سايكليك ستراكشرز. فهذول الحالتين اللي راح نشوف فيهم سيس ترانز ايزومرزم. What are the conditions for geometrical isomerism؟ السؤال هون متى بقدر احكي انه هذا الكومباوند له جيومتريكال ايزومرزم؟ شو بحكي لك؟ بحكي لك a compound will show geometrical isomerism if it fulfills the following two conditions. معناته حتى المركب تقدر تحكي انه له جيومتريكال ايزومرز لازم يتحقق شرطين. شو هم؟ الشرط الاول there should be restricted rotation about a bond in a molecule. طبعا هذا الكل بيعرفه انه لازم يكون في عندك restricted rotation حول البوند بوند معينة في المولكيول. زي ما حكينا في السلايد اللي قبل انه لازم يكون في عنا دبل بوند، ممكن يكون كربون كربون دبل بوند او كربون نيتروجين دبل بوند او نيتروجين نيتروجين دبل بوند. المهم يكون عندي النوع الاول اللي هو الدبل بوند. النوع الثاني يكون في عندي سايكليك سيستم عشان يكون عندي ريستريكتد روتيشن. طيب شو الشرط الثاني؟ بحكي لك انه both substituents on each carbon about which rotation is restricted should be different. شو معنى هذا الحكي؟ يعني لازم كل carbon وين تطلع على البوند اللي حوالها restricted rotation، كل carbon في هاي البوند لازم تكون ايش؟ عليها two different substituents. طبعا خلينا نطلع على هذا المركب وخليني divide the compound in the in half. خليني أسمي هاي الكربون كربون 1 وأسمي هاي الكربون أو أرقمها كربون نمبر 2. لاحظ على كربون نمبر 1 إنه عندك A و B.
شو بحكي لك A not equal to B؟ معناته شو معنى هالحكي؟ إنه حتى لازم تكون A different than B. والكربون لو طلعت على كربون نمبر 2 رح تلاقي C و D وبحكي لك C not equal to D. معناته لازم يكون على كربون نمبر 1 two different groups وعلى كربون نمبر 2 two different groups. يعني لو نيجي نطلع على 2 بيوتين هون، نطلع على الدبل بوند على كربون نمبر 1 في عندها مثل هيدروجين والكربون نمبر 2 كمان مثل هيدروجين، معناتها different groups، وبالتالي بهاي اللحظة بتقدر تحكي إنه this compound has geometrical isomerism. كمان لو تيجي تطلع على هذا الكومباوند نفس الإشي، this is cyclic system، معناته في عندي free restricted rotation about this bond. لاحظ على الكربون نمبر 1 في عندها مثل وهيدروجين، وكربون نمبر 2 عندها كمان مثل وهيدروجين، يعني عندها different groups، وبالتالي بفكر في الجيومتريكال ايزوماريزم. طبعا طلع على الاكزامبل الثالث انه في الكربون نمبر 1 عندها مثل وهيدروكسيل جروب، والكربون نمبر 2 كلورو وهيدروجين جروبس، معناته ديفرنت جروبس. هاي عندي كربون نيتروجين دبل بوند نفس الاشي، رح نشوف هذا الاستراكشر هو الاوكزين ورح نحكي عنه بسلايد قادم. انه لاحظ انه في عنا ديفرنت جروبس على كل بوند، على كل اتوم في هاي الدبل بوند، وهاي عندي نيتروجين نيتروجين دبل بوند. طيب المعلومة المهمة اللي لازم نعرفها في حالة الجيومتريكال ايزومرز، انه الجيومتريكال ايزومرز ار نوت ريليتد از اوبجكت اند ميرور ايمج، وبالتالي يعني يعني ما راح ما يعني الجيومتريكال ايزومرز نون ميرور ايمجز اوف ايتش اذر، وبالتالي شو بسميهم؟ بسميهم دايستيريومرز. اوكي، اذا هم السيس ترانس هم دايستيريومرز نوت انانتيومر، لانهم ما إلهم mirror images they are not mirror images of each other. رح نحكي الآن عن nomenclature of geometrical isomers. عندنا نوعين لتسمية الجيومتريكال ايزومرز، الطريقة الأولى هي السيس ترانس نومكليتشر، والطريقة الثانية هي الإيزيت سيستم أوف نومكليتشر. نحكي عن كل واحدة. السيس ترانس أو متى بنستخدم كل واحدة؟ يعني فعليا السيس ترانس نومكليتشر can be used only in those compounds in which only two or three types of ligands are attached to both the double bonded carbons. يعني متى بستخدم cis trans؟ لما يكون عندي double bond محاطة باثنين أو ثلاث أنواع مختلفات من الليجند. وبالعادة بتشوف إنه لما يكون يعني من ضمنهم hydrogens، فمعناته هاي الكربون عليها two different ligands اللي هم الA والB. هاي نفس الإشي عليهم two different ligands الA والB. فتخيل إنه الA هذا المركب هم الهيدروجينز، فشو بتعمل؟ فتطلع على الهيدروجينز، if the hydrogens in the same site بتحكي انهم cis، in the compound is cis. اذا كانت الهيدروجينز in the opposite sides وبالتالي بحكي انه trans. معناته mainly بتطلع على الهيدروجينز اذا كانوا بنفس الجهة بتحكي انهم انه الكومباوند هو cis، واذا كانوا عكس بعض opposite sides بتحكي انه trans. لكن في حال الايزيت سيستم اوف نومنكليتشر، this method or this nomenclature is more general and can be applied to all compounds. يعني ممكن تستخدمها مع كل الكومباوند اللي فيهم restricted rotation، يعني cyclic أو double bond. طبعا كيف أنا بشتغل ال EZ؟ كيف بحدد ال E وال Z؟ شو بعمل؟ I divide the double bond من النص، بقسمها into identical halves، بطلع على كل كربون على حدة. كل كربون I give number to the ligands, to the substituent attached to that carbon. هذا النمبر بيس على ايش؟ بيس على priority، والبريوريتي بيس على اتوميك نمبر. فالسي ال راح اعطيها رقم 1 والاف راح اعطيها رقم 2. ليش؟ لانه السي ال هاز ايش؟ هاير اتوميك نمبر ذان اف. نطلع على الكربون الثانيه البي ار والاتش، البي ار هاز هاير اتوميك نمبر، يعني لها اعلى عدد ذري من الاتش، وبالتالي البي ار راح تحمل رقم 1. فمعناته السي ال اي سيركل ذا سي ال، وكمان سيركل ذا بي ار، سينس ذا تو جروبس ان ذا سيم سايت فبحكي انه زد. نفس فكره السيس، يعني لما يكونوا على نفس السايت بحكي سيس، هون بتحكي زد. في حين لو اطلعنا على المركب الثاني هون، راح اعمل سيركل على السي ال وراح اعمل سيركل على البي ار، هذول البي ار والسي ال وين؟ ان ذا اوبزيت سايت، بالاتجاه عكس بعضهم، وبالتالي راح اعطي اي. فاذا كانوا الجروبز وذ ذا هاير بريورتي ان ذا اوبزيت سايت بحدد انه اي، وإذا كانوا in the same side بحكي إنه Z.
This slide shows you examples on geometrical isomers. هذول كل المركبات عندهم double bond سواء كانت carbon nitrogen double bond أو nitrogen nitrogen double bond. فممكن تستخدم ال E وال Z nomenclature بحيث إنك تسميهم. نحكي عن geometrical isomerism of oximes. The oximes are the most common compounds exhibiting geometrical isomers. طبعا أنا اخترت الأوكسيم لأنه راح تشوف some drugs has this functionality واللي هي شو شكل الأوكسيم C double bond N OH طبعا الكربون عليه two substituents أو two groups خلينا نحكي. الآن شو بحكي لك the prefixes syn and anti are used instead of cis trans. في حالة الأوكسيما رح تستخدم cis trans رح تستبدلهم syn و anti. كيف أنا بحدد syn والanti؟ syn والanti نفس فكرة cis trans يعني بتطلع على الهيدروجين من from one side. طبعا هون على النيتروجين ما في عندي غير الهيدروكسيل. الأوكسيم هي C double bond and OH. فالOH عملت عليها سيركل والهيدروجين عملت عليها سيركل. If the two groups if طبعا if the OH and the hydrogen the same side معناته بتحكي عنها syn طبعا ما يكافئ cis. واذا كانت ال OH اللي هي الهيدروكسيل جروب والهيدروجين in the opposite side بحكي ايش anti نفس ما يكافئ trans. ففي الاوكسيم بستخدم syn anti nomenclature بدال cis trans nomenclature. اوكي فمره ثانيه syn ليش انا syn والanti syn اذا if the hydrogen and the hydroxyl group in the same side بحكي إنه syn وإذا كانت الهيدروجين والهيدروكسيل جروب in the opposite sides رح أحكي إنه anti. طب فرضا هالأوكسيم ما عنده هيدروجين شو بعمل؟ بتطلع حسب البريوريتي فالـ OH عمل سيركل إيثل ولا مثلها أعلى بريوريتي فالإيثل فرح أجي أحكي إنه إيش syn. إذا لما ما يكون عندي هيدروجين برتبهم حسب البريوريتي للجروبس فشو بحكي لك one of the group with the greater priority and the hydroxyl group are on the same side of the double bond the configuration is Z if on the opposite sides it is D. اوكي هاي بالنسبة للسن والانتي سيستم. طيب الاي زد نفس الفكرة السلايد اللي قبل متى بسمي اي وزد حسب بطلع على هذا المركب صح هو سن بنزالدوكسيم لكن هو بنفس الوقت هو اي ليش اي لانه فعليا الاو اتش والفينيل هم ان ذا اوبوزيت سايد لانه الفينيل لها هاير بريوريتي باجي بطلع على المركب اللي جنبه الاو اتش والفينيل ان ذا سيم سايد فبحكي زد وهون الاو اتش والايثيل ان ذا سيم سايد فبحكي ايش زد. فالاي والزد سيستم راح استخدم الطريقه المعتاد اللي هي حسب البريوريتي حسب الاتوميك نمبر والسن والانتي بستخدم حسب الهيدروجين الاو اتش مع الهيدروجين اذا كانوا بنفس الاتجاه بحكي سن واذا بعكس الاتجاه انتي واذا ما في هيدروجين برجع للبريوريتي. In case of alicyclic compounds كيف نسمي cis والترانس كيف نعطيهم cis trans configuration. طبعا بالاول شو يعني alicyclic compounds؟ alicyclic يعني aliphatic cyclic يعني بكون في المركب هو على شكل سايكل لكن ايش بكون aliphatic. شو يعني aliphatic؟ يعني not aromatic مثل السايكلوبروبين هون والسايكلوهكسين هذول alicyclic compounds بسميهم. طبعا متى بسمي cis وترانس؟ نفس ما شرحناه في الكربون كربون دبل بوند او الكربون نيتروجين دبل بوند في cis وترانس بطلع على الهيدروجين اذا كانوا in the same side فباجي بحكي cis واذا كانوا in the opposite side فبحكي ترانس. مثلا هذا المركب التو هيدروجينز in the same side فبحكي cis وهون the hydrogens in the opposite side بحكي ترانس هون الهيدروجينز opposite side بحكي ترانس وهون الهيدروجينز in the opposite side بحكي ترانس. الآن ننتقل للنوع الثاني من الستيريو ايزومرز واللي هم الكونفورميشنال ايزومرز. وشو معنى كونفورميشنال ايزومرز وشو انواعهم؟ طبعا من المرة الثانية والثالثة انه بحكي انه هاي المعلومات الموجودة هون مرت علينا في الـ 217 هون مراجعة لمعلومات ممكن نكون ناسينها. فشو تعريف الكونفورميشنال ايزومرز؟ وقارن لي اياها في الكونفيجوريشنال ايزومرز. الكونفورميشنال ايزومرز هي عباره عن different special arrangements of atoms in a molecule which are readily interconvertible by rotation about single bonds. اذا هنا هم interconvertible على العكس من الكونفيجوريشنال ايزومرز اللي كانوا
non-interconvertible without a breaking bond. هون interconvertible by rotation about single bond. فشو معنى هذا الحكي؟ يعني في الconfigurational isomer كنا نحكي ما بتحول شكل إلى الآخر بدون ما تكسر روابط. هون بحكي لك هذولا interconvertible يعني بتحول من شكل إلى آخر only by free rotation على حوالي single bond. أوكي؟ هذول الconformations represent conformers which are readily interconvertible and thus non-separable. فأنت you cannot separate conformational isomers عن بعض على عكس الايش الconfigurational. فكنا نفصل الديستيرومرز. أوكي؟ فممكن أنك هم separable لكن هنا non-separable. فممكن تسميهم conformational isomers، ممكن تسميهم conformers، ممكن تسميهم rotamers. The terms conformation and configuration are related to energy barrier for interconvergence of different spatial arrangements of atoms in a molecule. يعني فعلياً الفرق الأساسي ما بين الconfigurational isomers والconformational isomers بتعتمد على energy barrier للinterconvergence. شو معناته؟ يعني إذا كان الانترconversion ما بين شكل والآخر هو قليل، الانرجي بارير قليلة، فإنها فعلياً بنسميهم conformational isomers. إذا كانت الانرجي بارير للفور انترconvergence لهذول الديفرنت سبيشال ارينجمنت عالية، فبنسميهم configurational isomers. يعني بحكي لك إذا كانت الانرجي بارير between 0.6 كيلو كالوري بير مول ل 16 كيلو كالوري بير مول، تعتبر هاي القيمة قليلة، بنسمي الايزومرز conformational isomers. يعني في حالة الكليبس والاستقعد اللي زي ما نشوف كمان شوي، الكليبس والاستقعد هم عبارة عن conformational isomers. الانرجي بارير للانترconversion between الكليبس والاستقعد هي between 0.6 ل 16 كيلو كالوري بير مول، وهي تعتبر انرجي قليلة، وبالتالي بحكي عنهم conformational isomers. لكن إذا كانت الانرجي بارير above 16 كيلو كالوري بير مول، نحكي عنهم configuration كما هي الحال في الار اس configuration في السيس ترانس isomers. وذا study، هاي عملية study of existence of preferred conformations over the other بنسميهم conformational analysis، ويعني وخاصة لما تربطهم في physical and chemical properties لكل conformation. فالفكرة الأساسية هي بالإنيرجي بارير للإنتركونفيرجن. إذا كانت الإنيرجي قليلة بسميهم conformation، وإذا كانت عالية بسميهم configurational. نحكي بالأول على conformations of ethane، وبعدها نروح نحكي على conformations of butane، وبعدين ننتقل على conformation للي هي cyclic system واللي هي cyclohexane. هذا السلايد بيبقى مبين في conformations للإيثين. كنا بنعرف إنه المولكيول أو in case of إيثين في عنا two types of conformation اللي هو الكليبس، أو خلينا نحكي two extreme conformations. طبعا في شيء between، بس احنا بنحكي عن الإكستريم. يا بكون الأنجل between substituent 0 أو بتكون 60، يعني المينيمم والماكسيمم. فهذول هم الميجر conformation conformations. واحد بنسميه كليبس، واحد بنسميه استقر. أيهم الكليبس؟ الكليبس لما تكون الانجل between substituents على الكاربونز بيناتهم زيرو، إذا كانت الانجل زيرو. أما إذا كانت الانجل between substituents أو طبعا هون substituent hydrogens بنسميهم استقر. إذا الإيثين عنده two extreme conformations، الكليبس conformation والايش والاستيغارد كونفورميشن، مثل ما هم مبين هون في النيومان بروجكشن. طبعا هذا النيومان بروجكشن راجعتكم فيه اول ما بلشت موضوع الستيريو كيمستري. الان السؤال، what is the different instability between the two conformations؟ شو اي مور ستيبل، الكليبس ولا الاستيغارد؟ مثل ما الكل بعرف انه الاستيغارد كونفورميشن هي مور ستيبل من الكليبس كونفورميشن. السبب انه الاستقرد more stable than the eclipse conformation due to types of strains. التايب الاول اللي هو بنسميها torsional strain، والتايب الثاني الستيريك strain. طيب شو تعريفنا للtorsional strain وشو تعريفنا للستيريك strain؟ بحكي لك التorsional strain هو عبارة عن rebulging between the bonding electrons of one substituent
as they pass close to the bonding electrons of another substituent. طيب هلا السلايد اللي وراه ببين لي صورة يعني او خلينا نحكي سكيم على او رسمة على هذا الموضوع. الان نفهم هون الفكرة، التورجن سترين هو عبارة عن الريبلجن بتوين البوندينج الكترونز للسبستيتوينت، يعني تيجي بتطلع على الرابطة الأولى والرابطة الثانية، الالكترونات اللي في الروابط هي عبارة عن الريبلجن ما بين الالكترونات اللي في الروابط، هذا بسميه تورجنال سترين. إذا هو السترين الناتج عن الريبلجن ما بين الالكترونات اللي في الرابطة. أما الستيريك سترين هو السترين put on a molecule when atoms or groups are too close to one another, which result in revulsion between the electron clouds of these atoms or groups. معناته الستيريك سترين هو عبارة عن revulsion between the electron clouds of these atoms أو substituent. يعني إن الآن بدك تطلع على الكلاود اوف الكترونز اللي على الأتوم نفسها، فالأتوم الأولى عليها cloud of electrons والأتوم الثانية عليها cloud of electrons، الريبلجن ما بين هذول الكلاود اوف الكترونز بين بعض هاي بسميها ستيريك سترين. ف as the group become larger معناته الستيريك سترين بكون larger، فكل ما كبرت حجم السبستيتيونت الاتاش للتو كاربونز رح ايش يزيد الستيريك سترين. فتلخيص لهذا الحكي، الستيريك سترين هو عبارة عن الريبلجن بتوين السبستيتيونت، لكن التورجينال سترين هو الريبلجن بتوين البوندينج الكترونز اللي مع هاي السبستيتوينت. نشوف هذا الحكي كرسم في النكست سلايد. زي ما هم مبين هون عنا الفرق ما بين التورجينال سترين والستيريك سترين. لو نيجي نطلع على التورجينال سترين هو عبارة زي ما حكيت قبل شوي، هو عبارة عن الريبلجن بتوين البوندينج الكترونز، يعني هاي الرابطة فيها الكترونات وهاي السكند رابطة عندها كمان الكترونات، التنافر ما بين هذول الالكترونات هي بسميها تورجينال سترين. اوكي، فهو التورجينال يعني فهي الريبلجن بتوين البوندينج الكترونز. لكن لو نيجي نطلع على الستيريك سترين، لاحظ هي one group عليها cloud of electrons والسكند group او السكند substituent او السكند ليجاند اللي بدك تسميها whatever فعليا عليها كمان cloud of electrons، فالريبلجن between the cloud of electrons of the first group and the cloud of electrons of second group هي بسميها الستيريك سترين. طبعا احنا في العاده وكنا ندرسكم 217 انه فعليا الهيدروجين لانه حجمها صغير والاتوميك نمبر له واحد، فبالتالي ما كنا نعتبر انه الها موجود في عندنا ستيريك سترين او نحكي لكم هو نيجليجبل. وبالتالي كل ما زادت السايز اوف ذا جروب ذا ستيريك سترين بيكام لارجر. فالهون الريبلجن بتوين الجروبس هاي بسميها او السبستيتوين بسميها ستيريك سترين، والريبلجن بتوين البوندينج الكترونز بسميها التورجينال سترين. مثل ما حكيت قبل شوي، الانرجي بارير اوف انتر كونفرجن في حاله الكونفورميشنال ايزومرز هو فيري سمول، وبالتالي رح تلاحظ دائما انه الكومباوند ان اولويز بعمل روتيشن اراوند ذا سنجل بوند. فلاحظ مثلا في حاله مره الايثين بكون في الكليبس، ومرة بعدين بعمل روتيشن بوصل للستاجر، بعدين برجع للكليبس، بعدين بروح على الستاجر and so on. ليش؟ بكل بساطة لأنه الإنرجي بارير بين الستاجر والكليبس هو very small واللي هي عبارة عن 2.9 كيلو كالوري بير مول. فدائما في عنا free rotation، دائما في عنا inter conversion between these conformers. This slide shows you the conformations of butane. البيوتين عنده 6 conformers أو ممكن تحكي 6 conformational isomers. احنا بنطلع على الكربون نمبر 2 كربون نمبر 3 في حالة بيوتين. طبعا لاحظ انه في عنا how many staggered structures، في عنا اللي هو compound structure number 1 structure number 3 و structure number 5 هذولا staggered، لكن في عنا كمان clips اللي هو رقم 2 ورقم 4 ورقم 6 هذول عبارة عن إكليبس. فمعناته عندنا 3 staggered و 3 إكليبس، وكنا بنعرف إنه الستاجرد مور ستيبل من الإكليبس لأنه الستاجرد عنده less torsional strain و less steric strain. طيب الآن ما بين الإكليبس أي واحد هو الليست ستيبل؟ اللي هو رقم 6 هو least stable، لأنه هو عبارة بنسميه كمان fully إكليبس. الفولي إكليبس فعليا إنه CH3 CH3 شو مالهم؟ بيناتهم الزاوية 0،
وبالتالي لأنه CH3 مع CH3 هو طبعا CH3 larger size than the hydrogen، وبالتالي لما يكون عندنا CH3 eclipse with other CH3 رح تكون الستيريك سترين أعلى من ما تكون CH3 والهيدروجين eclipse to each other. فمعناته compound number 6 has the highest energy، معناتها هي lowest lowest stability إلها، has lowest stability لأنها fully eclipse، لأنه عندها الستيريك سترين أعلى من اللي هي رقم كومباوند رقم 4 ورقم 2. أوكي؟ طيب ما لما نطلع على الستاجرز، الستاجرز في عنا إنه CH3 two CH3 groups الأنجل بيناتهم 60، وذس اللي هو in structure 1، وإن structure كمان 5 الأنجل بيناتهم 60. لكن لو نيجي نطلع على الكومباوند رقم 3 راح تكون الانجل بيناتهم 180، وبالتالي شو راح نستنتج؟ راح نحكي اكيد الكونفورميشنال ايزومر رقم 3 هو الموست ستيبل امونج ذا ستاجرد ستراكشرز. ليش؟ لانه الانجل 180، وبهاي الحاله بنسميه انتي كونفورمر. لكن في حاله الواحد وخمسة هذول بنسميهم جوش لما تكون الانجل بيناتهم 60. معناته الكونفورميشن الايزومرز للبيوتين هن اكليبس وعن استجرد، والاستجرد كمان نوعين الجوش والانتي. اذا الجوش مرة ثانية لما تكون الانجل زي كومباوند رقم واحد، لما يكون الانجل بتوين السبستيتوان 60 لكن 60 ديجري يعني، اما اذا كانت الانجل بيناتهم 180 مثل كومباوند رقم 3 بنسميه انتي. فالانتي هو الموست ستيبل لانه هو عنده المينيمم اماونت اوف ستيريك سترين والايش والاوريجينال سترين. وهذا الحكي اللي انا حكيته انه البيوتين هاز 3 ستاجرد كونفورمرز 1 و3 و5. الكونفورمر 3 is more stable than 1 and 5. كونفورمر 3 is called anti-conformer. وكونفورمرز 1 and 5 are called gauche conformers. Anti and gauche conformers do not have the same energy because of the steric strain. حكينا اللي هو الانتي more stable than gauche لأنه الجوش الانجل هي 60 لكن الانتي هي 180. البيوتين has three eclipse conformers اللي هو 2 و4 و6. conformer 6 واللي سميناه احنا fully eclipse is less stable than 2 and 4. all these eclipse conformers have both torsional and steric strain. عندهم هذول 3 eclipse have both عندهم torsional و steric strain. in general بحكي لك steric strain in the molecules directly proportional to the size of the eclipsing groups. هذا اللي حكيته انه كل ما زاد حجم الجروب راح يزيد الستيريك سترين، لانه راح يزيد عندك الريبلجن بتوين كلاود اوف الكترونز على هاي الجروب. طيب هذا اللي بنمثل يعني هذا السلايد بيمثل الانرجي بارير فور ذا انتر كونفرجن امونج ذيس كونفورمرز. شوف انه بين عندك الليست ستيبل اللي هو الاستركتشر رقم 6 واللي هو سميناه فول اكليبس، والموست ستيبل اللي هو كومباوند رقم 3 واللي هو حكينا الانتي. فهاي الترتيب اللي النهائي لكل ال 6 كونفورمرز. الانتي هو الموست ستيبل، وبعديها بيجي عندنا الجوش يعني الاستاجرد مور ستيبل من الاكليبس. بعدين بتروح تطلع طبعا الجوش 1 و5، يعني 1 و5 الهم واحد وخمسة لهم the same stability. بعدها بنروح ننتقل للكليبس، بس اياهم اثنين واربعة، هاي اثنين واربعة لانه CH3 كليبس مع الهيدروجين، وهون كمان باثنين CH3 كليبس مع الهيدروجين. واقل واحد في الاستابيليتي هو الفولي كليبس اللي هو كومباوند ستراكشر رقم ستة لانه CH3 كليبس و CH3 واللي اتفقنا اللي موجود معناته عنده higher ستيريك سترين وتورجينال سترين. طيب هل هذا الحكي على كل الكومباوندز انه دائما الستاجرد مور ستيبل من الكليبس؟ هل هو دائما وابدا انه الانتي مور ستيبل من الجوش؟ الجواب لا. هو الجواب صح في حاله انه يكونوا كل الاتومز كاربون. بنطبق هذا الحكي وبتقدر تعمم بهاي الطريقه، لكن what if the compound has intramolecular interactions intramolecular
non-covalent interactions خلينا نحكي. الموضوع ممكن ينعكس، وخلينا نشوف مثال على هذا الحكي في النكست سلايد. لو نيجي نطلع على this compound واللي هو عبارة عن 2-fluoroethanol، وحكيت لك أرسم لي الكونفورمرز لل2-fluoroethanol، راح تفكر في انك ترسم الكليبس والاستجر. لو حكيت لك ارسم لي الموست ستيبل ستراكشر، راح تفكر في الاستجر وتترك الكليبس، لان الكليبس عنده تورجينال وستيريك سترين، فبتفكر مباشره في الاستجر، فراح ترسم تو بوسيبيليتيز للاستجر واللي هم الجوش والانتي. الجوش اللي هو ذيس ستراكشر واللي هي الانجل 160 بتوين السبستنت 1، والانتي اللي هو ذيس 1 واللي هي الانجل بيناتهم 180 اللي هي بتوين السبستنت 1. فلو حكيت لك اياها مور ستيبل، راح تفكر مباشره انه الانتي هو مور ستيبل من الاستجر، لانه زي ما لنفس السبب اللي حكيته قبل شوي. لكن فعليا what about the formation of intramolecular interaction؟ يعني شو يعني لما نحكي intramolecular؟ يعني انه interactions بتحدث داخل المركب، بفرق عن الانترمولكيولر. intermolecular interaction اللي هو الانتراكشن between one molecule و another molecule، اذا ما بين الجزيئات. لكن الانترامولكيولر اللي هو الانتراكشن داخل between the groups او الاتومز اللي داخل المركب. فمعناته يعني طبعا على كربون 1 في عندي على كربون 2 عندي فلور جروب، وعلى كربون 1 في عندي هيدروكسيل جروب. هل في مجال انه يصير عندنا انتر اكشن ما بين الاف والاتش مثلا؟ يس، ات كان فورم هيدروجين بوندينج بتوين ذيس هيدروجين اند ذا فلورين از شون ان ذيس كومباوند. فمعناته بس سينس there is possibility of formation of intramolecular interaction واللي هي hydrogen bonding in this compound، رح نحكي انه in case of gauche، رح نحكي ان الجوش more stable than the Stuttgart. اوكي، على العكس من لما يكونوا كلهم carbon، رح يكون الانتي more stable than the gauche. فالintramolecular interactions زي انها عوضت عن اللي هو الريبلجن او التورجينال سترين والستيريك سترين اللي بكون في الكومباوند، لانه اذا كومباوند ويل جين ماتش ستابيليتي لما يعمل لنا انترامولكيولر انتراكشن، راح يمنع الفري روتيشن ويصير المركب ايش؟ ستيبل. فمعناته دائما مفكر في الانترامولكيولر انتراكشن از ا واي تو ستابيلايز ذا كومباوند اتسيلف. يعني جرب تحل على هذول التو كومباوندز، ترسم الكونفورمرز الى الكليبس والستاجر، وترسم الموست ستيبل والليست ستيبل. يعني بتتوقع انه في ان ذيس كيس انه يكون عندنا ريبلجن ما بين الكربوكسيليت جروبس، وبالتالي اكيد راح يكون الانتي مور ستيبل. لكن هذول راح تفكر في انه الجوش هو المور ستيبل، لانه ممكن يحدث عندي ايونيك بوند. فهذا الكومباوند هو الكومباوند الثاني هون، الانترامولكيولر انتراكشن راح تكون ايونيك بوند، زي على عكس هون الكومباوند الاولاني انه كان الانتراكشن هو هيدروجين بوندينج. فمعناته فور ذا 2-fluoroethanol الجوش هو الموست ستيبل، مور ستيبل ذان ذا انتي. ان ذيس كومباوند السكند كومباوند راح يكون عندنا الانتي مور ستيبل، والثيرد كومباوند راح يكون الجوش مور ستيبل من الانتي.